السلام عليكم. جمل منزلك بالأشجار الجميلة الأنيقة، ولا تستهلك ماء ولا عنده مشاكل، خاصة إذا كانت برا بالسور ما في مشاكل. الأشجار اللي فيها مشاكل قليلة مثل البزروميا وبعض الأشجار هذه معروفة عند الناس، وصاحب المشتل والموجودين في تويتر وكذا ممكن يرشدونك على الأنواع الجميلة. المهم يا أخوانك تزرعون، يعني خذ لك، أنت عندك من حقك تحط لك أحواض قدام منزلك طول 60-50 سنتي وتزرع فيها. شوفوا الحين المنزل عندي أنا الآن هذا بس صار له 2 سنين، وإحنا في عز الشتاء، يعني في الربيع تكون أجمل 100 مرة، يعني الجهنمية بتكون هذه كلها حمراء، وهذه الجهنمية إحنا مطولينها بنحطها على شكل قوس. فممكن تتفنن أنت في بيتك أو شيء، ظل والعصافير والحياة يعني والزهور والرونق اللي قدام البيت. ممكن إحنا نشوف البيوت اللي ما قد يعني هذاك قدامه نخلة أعطت جمال. الأشجار البيوت اللي ما أعطت ما في أي زراعة، شوف هناك الإخوان زارعين، هنا حاط حواض بيزرع إن شاء الله. فلما كلنا نزرع مع بعض، شوفوا جاره هنا زارع، راح يكون الشارع هذا كله حديقة جميلة. فنتعاون إن شاء الله على الزراعة خارج المنزل، آمنة وجميلة، واختيار أشجار مناسبة، فينا ما يحتاج تروح منسق ولا شيء. في تويتر تأخذ لك لفة أو في جوجل وتستفيد، مثل هذا الفيديو تستفيد، تقول لي وش الأشجار هذولي موجودات في القناة، أو تصورها تروح المشتل يعلمونك وش الأشجار.